كنا جالسين سيرفيس نورمال حتى واحد شوية تنسمعوا باق. ايوا هادشي اللي وقع. كيفاش بالنسبة لاش؟ كانوا جالسين الناس تتجارى وتا ما فهمنا والو، تبان لينا الطوبيس الناس اللي داخل تيغوتو ريحة المازوت، خفنا حنا الا تشعل العافية ولا شي حاجة. ايوا الحمد لله من اللي ما كانش جالس شي حد بعدا تما نهار. لا لا راه من مالين الطوبيس، حيت هو اللي كان في الطوبيس قال لك راه هو ما كانش مركز، كان شاد التليفون، هادشي اللي قالوا الناس اللي كانوا لداخل، حتى ربط به الفولون وجا دخل عندنا. دابا علاش انت تسول هاد الاسئله؟ علاش؟ سي بون اخويا، كنا جالسين هنايا، القهوه كانت خاويه، ما كانوش الناس مريحين، حتى كنشوفوا الطوبيس. انا اللي كنت جالس هنا حتى كنشوفوا الطوبيس داخل عندنا. هادشي اللي كاين، تهرسوا الكراسات، تهرسوا حتى تشوف لي قال لي كاين الكراسات طبالي، كلشي تهرس، هذوك لي بولي وجا هادشي راه جاب الله طالعين حنايا. داكشي علاش ما دخلش الطوبيس لهنايا، راك عارف شتي العلو بزاف. اكثريه الناس قالوا راه كان تيلعب في التليفون. هادشي اللي بالنسبه لهاد لاكسيدو اللي وقع حتى اخويا، كنا جالسين في القهوه كيف من العاده، حتى تفاجئنا بهاد الطوبيس دخل هنايا. فاش خرجنا نشوفو لقينا المشكل على حساب ما قال، على حساب ما قال الشيفور، قال لك كان عنده شي مشكل ديال الفران. مي جو سي با، انا بالنسبه لهاد الشركه ديال الازار، جو سي با راه خاص هاد الطوبيس هذا ما يخرج، خاص يكون فلاتو ولا كان عنده بروبليم ديال الفران. والمهم على العموم اللهم لك الحمد ما كاينينش شي خسائر بشريه اللي هي اهم حاجه، هادشي بسيط والحمد لله على سلامه الجميع، هذه اهم. بالنسبه للصدمه ديال الطوبيس مع القهوه، كان بنادم جالس مع اللي ما بيه حتى تفاجئ بديك الضرب، واهم حاجه هي هو بنادم تخلع، والاشكال هو انه الطوبيس هو السبب في هادشي كامل.